مساء الخير على كل الشباب اللي بيشوفونا كل يوم حد من الساعة 6 للساعة 7 وشباب حكاية في كل حلقة من حلقات شباب حكاية بنحب جدا اننا نتكلم في المواضيع اللي تهمكم ونتكلم في الحاجات اللي تخصكم نتكلم في المشاكل اللي عندكم نتكلم في بعض الحاجات اللي تساعد كتير جدا من الشباب انهم يبدأوا حياة آه وظيفية حتى لو مش بس ليها علاقة بالوظائف لكن كمان بنتكلم في مشاريع بنتكلم في حياة آه تخص الشباب بشكل عام فمهمة قوي أننا كل مرة نسلط الضوء على جزء من الأجزاء اللي تهم عدد كبير من الشباب آه الحقيقة أن الفترة اللي احنا فيها دي مش بس الشباب اللي متضررين منها لكن الحقيقة أن الفترة اللي احنا فيها دي فترة صعبة على كل الناس ليه فترة صعبة؟ لأنه في عدد كبير من الوظائف آه واقفه طبعا معظم الناس او نسبه كبيره جدا من الناس بتشتغل اه من البيت لكن الشركات او الهيئات والمؤسسات بشكل عام كمان بدات تصفي مجموعه من الناس اللي بيشتغلوا فيها فبدا يبقى في كتير من الشباب بيتجهوا للبزنس بتاعهم او مشاريع خاصه بيهم طب ما هو لما بنيجي نفكر وبنقعد نحسبها كده ما بيننا وبين نفسنا زي ما بنقول بنلاقي انه برضو حتى لو انا بدات مشروع كشاب يعني ما هو انا برضو الوقت يا اما مش مناسب يا اما مش هبقى عارف كويس قوي ايه الانسب دلوقتي يا اما هل الفكره او آه الحاجه اللي انا بفكر فيها دي هتنفع في المجتمع اللي انا فيه آه المصاريف اللي انا هصرفها دي كلها آه هل هيبقى ليها صدى وهل هيجي انا كمان عائد او دخل من او قصاد المصاريف دي لو كل ده بالنسبه لي تمام لكن ببص بقى على الجانب التاني التسويق طب انا هسوق ازاي هسوق ازاي وانا مش قادر اتحرك هسوق ازاي والناس خايفه اصلا تتعامل مع بعض فبدأ عدد كبير جدا من الشباب انهم يروحوا للتسويق الالكتروني وبقت الطريقه دي هي الطريقه الانسب لعدد او نسبه كبيره جدا من المشاريع خاصه لو مش مشاريع في بدايتها او مشاريع صغيره فموضوع التسويق الالكتروني ده موضوع هايل وجاب صدى كبير جدا مع كل الناس لكن زي اي نوع من انواع التسويق ليه قوانينه وليه شروطه عشان نعرف برضه ننجح فيه النهارده في الفقره الاولى اللي معانا ضيفتنا عامله مشروع وسوقت مشروعها ده علي الانترنت او سوقته الكترونيا عايزين نعرف تفاصيل اكتر بقي عن مشروعها ونعرف هل فعلا الموضوع نجح معاها ولا منجحش هل فعلا زي ما الناس كلها بتقول انه برضه ليه قوانين معينه لازم نمشي عليها ولا الموضوع سهل وبسيط وزي ما بتيجي مع ناس بتيجي مع غيرهم والى اخره يعني هل المفروض ان انا احط لنفسي خطه كده امشي عليها علشان انا برضو لو هسوق الكترونيا ابقى عارفه كويس قوي انا رايحه فين ده هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا النهارده فقرة تانية معانا النهاردة فنان تشكيلي دخل معارض كتير واسمه كبر ونجح جدا في المجال ده حابين نعرف هو بدا معاه الموضوع ازاي هل الموضوع برضو بالنسبه له كمشروع لانه ده اللي احنا دايما بنحاول اننا نتكلم فيه في شباب حكايه مش بس اننا بنتكلم على موهبه معينه لكن آه في كتير جدا من الناس بيحركوا مواهبهم دي علشان تبقى هي المجال اللي مش بيشتغلوا فيه او بيكملوا فيه حياتهم فتابعوا معانا الحلقه النهارده احنا معاكم على الهوا على شاشه سي تي في كمان معاكم لايف على الفيسبوك عندكم اي سؤال او استفسار احنا معاكم هخرج معاكم لفاصل نستقبل ضيفتنا وارجع لكم مره تانية استنونا برجع لكم مره ثانيه زي ما قلت لكم النهارده في بدايه الحلقه هيبقى معانا ضيفه جميله الحقيقه انه ما استسلمتش ابدا لمشاكل المجال اللي كانت بتشتغل فيه هي ما بداتش حياتها بالمشروع او بالبزنس بتاعها ده لكن كانت بتشتغل في وظيفه ونتيجه لظروف ما هي هتحكيها لنا طبعا خاصه بالبلد مش ظروف خاصه بيها شخصيا يعني فقررت انه لا انا مش هينفع استسلم ابدا لوضع معين انا اجبرت عليه فبما اني حد عندي طاقه وعندي شخصيه و عايزه اعمل حاجه فقررت تعمل المشروع بتاعها بيسعدني بشرفني جدا ان تكون معانا النهارده استاذه ميري عاطف خبيره التسويق الالكتروني ازيك يا ميري اهلا بحضرتك يا فندم نورانا النهارده في شباب حكايه <applause> ربنا يخليكي كلك سوا بصي قبل ما اتكلم كده على اي حاجه ليها علاقه بمشروعك عايزاكي تقولي للناس انت كنت بتشتغلي ايه و... ونتيجه لانهي ظروف انت اضطريتي انه تدخلي في مجال التسويق الالكتروني انا مرشده سياحيه دفعه 2010 بعد ما اتخرجت على طول بقى من الكليه اشتغلت على نفسي شويه ومع اول انترفيو عملته في شركه سياحيه حصلت الثوره واحداث البلد والظروف الصعبه اللي مرينا بيها فما حبيتش قوي استسلم بقى ان احنا يعني خلاص للوضع الجديد اللي اتفرض علينا فمن هنا بديت افكر ان انا اشتغل من البيت واعمل حاجه اللي هو اشتغل اونلاين بقى ماركتينج واشتغل في الحته دي فمن يعني هناك كانت البدايه بتشتغلي اونلاين او بتشتغلي في الماركتنج ديجيتال او يعني بتسوقي الكترونيا بالضبط. من 2010 وعشرة من بعد كده بشويه من 2011 تقريبا بعد احداث الثوره على طول يعني بدات تبقى الفكره يعني تنمو ونبدا بقى نطورها واخد كورسات واذاكر على نفسي واشتغل اكتر عايز اقول لك ان في 2011 دي ميري ما كانش لسه موضوع التسويق الالكتروني منتشر زي دلوقتي بالظبط فانك اصلا تفكري في الفكره وتبداي تمشي فيها وتشتغلي كمان على نفسك فيها ده في حد ذاته نجاح كبير جدا انا بحييكي عليه ربنا يخليكي فانا عايزاكي تقولي لنا بقى الموضوع من الاول انت بداتي في 2011 بايه وعملتي ايه بديت اذاكر شويه يمكن كنت فعلا من اوائل الجروبات في مكاني او في المكان بتاعي والمركز بتاعي بديت بقي بس زي ما بقول لحضرتك كنت لسه بفكر بحاول ان انا ادير الفكره بشكل افضل اذاكر واشتغل على نفسي وبعدين عملت الجروب بقي يعني بديت بقي ان انا افكر إن يبقي جروب فعلا واشتغل اونلاين وانزل عليه المنتجات واذاكر بقي عن التسويق واقرا اكتر واخد كورسات واشتغل على نفسي وبديت بقي من هنا الخط ده ف... انت بداتي من الاول مشروعك اللي مكملي بيه لغايه دلوقتي بالظبط هو معي. ما غيرتيهوش لا لسه زي ما هو نفس الجروب بتاعي ايه هو بقى؟ جروب خاص بالميك اب والاكسسري وشويه بقى بشويه بكبره اكتر بدخل ايتمز جديده بذاكر زي ما كنت بقول لحضرتك باخد كورسات دايما بحاول اطور من الفكره اكتر نفسي اقول بس للشباب ان احنا ما نستسلمش لظروف الواقع بقى اللي اتفرضت علينا سواء حد شغله حصل فيه مشكله لا ما نستسلمش نشوف بديل يعني دايما نحاول نخلق لنفسنا فرصه عمل وخصوصا بعد الكورونا والقلق اللي حصل نحاول ان احنا نشوف بديل لشغلنا نحاول نعمله حلو قوي آه علشان أنا أبدأ آه يعني ألاقي بديل وعشان أفكر كمان في البديل ده هو مش بيبقى سهل على كل الناس يعني في ناس بتكتئب وبتحط نفسها كده في الكهف يعني زي ما بنقول <applause> وبالتالي تفكيرهم بتلاقي واقف خالص آه أنا عايز أعرف منك بما أنه بغض النظر بقى أنه كمان أنت بدأتي الموضوع ده ما كانش منتشر وقتها لكن هو دلوقتي منتشر جداً ويمكن طريقة من الطرق الكتير المهمة جدا في التسويق لكن بما أنك بدأتي ده تقريبا أنت كده بقالك عشر سنين داخلة في أو حداشر سنة مثلا داخله في الحداشر الموضوع ده أنت شايفة أن التسويق إلكترونيا ده من أهم طرق التسويق ولا هو لازم يكون موجود بجانب التسويق بشكل تاني أو بطريقة تانية انا الحقيقه شايفه إن التسويق الالكتروني دلوقتي هو الاساس في كل حاجه احنا بقينا في زمن الانترنت ما فيش حد مش معاه سمارت فون ما فيش حد مش عنده أكاونت على الفيسبوك فبقيت حاسه ان دي اكتر طريقه بتنجح في التسويق حاليا أنه احنا نعمل سواء بقى على الفيسبوك سواء انستجرام نشوف طرق كتير يعني في طرق كتير متاحه للتسويق الالكتروني أي فأنا شايفه إنه الطريقه بتاعتي أنا مثلا إن أنا عملت جروب على الفيسبوك وشايفه إن الطريقه دي الأنجح لإن أنا لو ماشيه مثلا وشايفه بوستر كبير أو إعلان صعب إن أنا أقف في الشارع أصور البوستر أو أشوف الإعلان ده عن إيه عكس الفيسبوك وأنا ماشيه مثلا حتى لو شفت حاجه شدتني شويه ممكن أخدها سكرين شوت وأرجع تاني أقرأ الإعلان عكس م. شويه الطرق التقليديه فالفيسبوك والديجيتال يعني الماركتنج عموما بقى فيها طرق كتير وبقيت تناسب ناس كتير قوي وخصوصا في العصر بتاعنا دلوقتي انه صعب حد ينزل في اماكن التجمعات ويشتري طبعا. بالطرق التقليديه فكل الناس بقت تلجا لان احنا نعمل الشوبنج بتاعنا عن طريق الاونلاين. طيب ايه الحاجات او ايه العناصر اللي لازم تكون متوفره كويس جدا في مشروعك وتسويقك علشان المشروع ده ينجح ويكبر ويتعرف وإسمك كمان يشتهر بشكل كبير؟ النقطة بقى دي فيها كذا نقطة مهمة جدا يعني أنا شايفة إنه أول حاجة إن إحنا يبقى عندنا طموح يعني الطموح هو سيد المشكلة يعني أو الموقف كله إن إحنا يبقى عندنا طموح إن إحنا الجروب ده من أول يوم بعمله أبقى باصة قدام إن أنا نفسي المشروع أيا كان بقى جروب أيا كان مشروع هبدأ فيه يبقى عندي دايما فكرة أو نظرة لقدام إن الجروب ده يكبر قوي أو شوية يكبر فاشتغل على ده من أول يوم فالطموح ده رقم واحد تاني نقطة انه يبقى عندي دراسه للموضوع يعني انمي نفسي ما اشتغلش برده أنا بتكلم من واقع خبرتي لو هعمل مشروع ما اعملش حاجه انا ماليش خبره خالص فيها لا اشتغل في حاجه يكون عندي خبره بسيطه بها وانمي بقى الخبره دي ب... بدراسه بان انا اقرا كتير قوي عنها فيبقى كده الموضوع دعمه كمان دراسه و... وكورسات ممكن نقطه ثانيه المصداقيه ودي بالنسبه لي بقى اهم نقطه في الشغل الاونلاين لانه العميل ده بيشتري منتج عباره عن صوره مش شايفه عكس ان انا اروح مثلا مول او ستور معين انا ماسكه المنتج وبقارن اخده او لا لكن الاونلاين عموما بيبقى صعب فلازم المصداقيه ودي انا شايفاها ان يعني نقطه اساسيه جدا في نجاح اي مشروع هيبدا اونلاين اني اعتمد ان الصور اللي انا بشتغل عليها تبقى صور على الطبيعه او انا اللي مصوراها لو صعب ان انا اصور ومش عندي مثلا امكانيات فالصور اللي انا هت... يعني هشتغل بيها ابقى متاكده انها نفس الصور للمنتج اللي انا هعمله ومن واقع برضو خبرتي شوية في الشغل بتاعي أنا إن أنا دايما بعمل لايف على الجروب بتاعي بوري الناس بقى المنتج بعد ما استلمناه إنه يا جماعة ده المنتج اللي أنتوا هتستلموه مني اللي أنتوا طلبتوه يعني بوريهم الشكل على الطبيعة فده بيديني مصداقية عند العميل جدا إنه أنا مش بشتري حاجة مبهمة خالص لا بوضح جدا في اللايف الشغل بتاعي من النقط برضو المهمة جودة المنتج إن أنا ما أنزلش أي حاجة وخلاص لا طبعا لازم أبقى منتج واثقة فيه عارفة عنه و... واجيبه بافضل سعر يعني ده اللي هيميزني برده عن حد تاني ان انا اجيب المنتج باعلى جوده وباقل سعر من الحاجات برضو المهمة قوي بس موضوع أعلى جودة وأقل سعر ده هيكلفك أنت كتير أو بيبقى شيء مكلف وخصوصا أن أنا بحب عشان نقطة المصداقية اللي كنت لسه بقول حضرتك عليها دايما بحاول أجرب المنتج كمان علشان أتأكد أن هو فعلا الكلام اللي أنا بكتبه على البوست ده هو الكلام اللي أنا فعلا أو حقق النتائج اللي أنا كاتباها فده بيبقى علشان المصداقية دايما بنعمل ده بنحاول أن احنا نوفر أعلى جودة وبأقل سعر وبرده في كمان الوقت المناسب ان انا الوقت المناسب لتنزيل المنتج يعني مثلا ما بقاش داخله على سيزون مثلا الصيف وانزل مثلا ايس كاب شتوي يعني الموضوع مش هيمشي قوي فدايما اختار الوقت المناسب علشان لما احكم على المشروع بتاعي ابقى عملت الاساسيات مظبوط وبعدين اقول بقى ان انا المشروع كده مثلا عملت الخطوات المظبوطه خدمه العملاء او طريقه التعامل مع العميل دي من اساسيات النجاح ان انا لما اهتم بالعميل واستقبل استفساراته واسئلته بشكل بصدر رحب واجاوبه لان في طبعا شخصيات من العملاء بتكون شخصيات صعبه او متردده فحاول بقدر الامكان امشي معاهم لحد ما نوصل انه ارد على كل استفسار عندهم او اي استفسار حوالين المنتج ده كمان ده بيعود علينا بقى لاي حد لسه هيدخل المجال بتاع الاونلاين هيعود علينا انه بيبقى فيه فيدباك ان انا ساعدت العميل لحد ما أخذ المنتج وهو مبسوط فرحان بيه فبيجي لنا فيدباك دي بتعلينا جدا يعني انصح برضو اي حد انه يعمل الخطوات دي لان مش بيبقى الشخص بس الشخص اللي أخذ مننا منتج بيرجع يكلم صحابه ويرشحنا لناس تانية ف... فده بيبقى اساس من اساسيات النجاح ان احنا نهتم جدا بالفيدباك دي ولو حد حتى من العملاء ما بعتش برضو احاول اهتم اشوف هل في مشكله اقدر اساعده او احلها فكل ده يعني بتبقى زي شبكه كده ان احنا نحاول ده مع ده مع ده هيخلي العمل بتاعنا ينجح وان انا اتفادى اخطائي يعني الخطا اللي انا وقعت فيه مره احاول اتفاداه اديره بموضوع بشكل ثاني من ضمن برضه حاجات المهمه قوي ان خلاص بقى احنا دلوقتي المنتج ده هيوصل للعميل فنهتم جدا بتغليفه بان احنا نقدمه بشكل كويس عميل بيحس جدا له. بالنقطه دي ان انا مش حطيته كده وخلاص لا انا قدمته بمحبه قدمته بشياكه للعميل حتى كمان نقطه التوصيل لو انا هشحن او هتعامل مع شركات شحن فاهتم جدا انه شركه الشحن دي تكون ملتزمه في المواعيد مريحه مريحه تكلم العميل بشكل مناسب ولائق لو هتعامل مع موزعين مثلا داخل المحافظة برضه يكون عندهم نفس النقطة دي الالتزام فكل ده يعني بي بيساعد جدا في نجاح المشروع بتاعي. انا يعني كنت بسمع كل نقطة او كل عنصر بتتكلمي فيه باهتمام شديد جدا لانه يمكن كل حاجه بتتكلمي فيها يا ماري بنقابلها احنا لما بنيجي نشتري حاجه اونلاين او لما بنيجي نتعامل في اي حاجه اونلاين يا اما بنلاقي فعلا المنتج اللي بناخده والحاجه اللي بناخدها والخدمه اللي بنطلبها بتتقدم لنا بشكل كويس جدا يا اما بنلاقي العكس تماما فحسيت ان من كلامك انه انت فعلا درستي الموضوع كويس قوي ويعني مذاكره شغلتك كويس وده حاجة في حد ذاتها تميزك عن أي حد تاني بس أنا عايزة أتكلم معاكي بقى في كمان السلبيات يعني أنا بسمع كتير جدا من الناس اللي بتشتغل أونلاين أو بتشتغل في التسويق الإلكتروني إنها بتقابل عدد كبير جدا من العملاء اللي هم أولا هم بيسألوا مجرد أسئلة كتير 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 وهم ناويين ما يشتروش ده رقم واحد أو بيردوا هما نفسهم عليكي ردود مش كويسة او حتى لو انت المنتج بتاعك كويس ما تلاقيش قصاده الفيدباك او الريفيو الكويس اللي يفيدك انت في شغلتك وهي حاجات كتير جدا ما نسمعها من معظم الناس اكتر الحاجات والمشاكل والسلبيات اللي قابلتك انت شخصيا لغايه دلوقتي دي حقيقة فعلا ولدرجة ان انا باخد اصلا زي ما كنت بقول لحضرتك في اول حلقة ان انا بشتغل على نفسي كتير في النقطة دي ان انا باخد كورسات اصلا يعني ممكن اخد كورس مخصوص عشان احس بس انه هيفيدني في نقطة معينة في الـ في الـ مع التعامل يعني مع العميل بتاعي فلو في مشكلة قابلتني مثلا عميل متعب فالكورس بيفيدني بصراحة اللي انا اخدته ان انا اتعامل ازاي مع الشخصيات الصعبة دي بنقابل فعلا حاجات زي كده كتير بس اللي بيصبرنا او بيعدي المشكلة ان في جزء ايجابي كبير جدا يعني بصراحه ودي حقيقه فعلا ان الشخصيات المتعبه او المشاكل دي مش بتكون كثيره يعني الحلو الكتير اللي في الجروب او او في الشغل بتاعنا بينسينا شويه المشكله الصغيره اللي بنقابلها فيعني دي الفكره بس ان انا اعرف اسيطر على الوضع ما اخليش العميل يبقى زعلان يعني في كل الاحوال اهتم في اخر مرحله ان العميل ياخد المنتج وهو راضي وهو فرحان ما يبقاش متضايق طب انا المفروض اختم معاكي بس انا عايزه منك في دقيقه بالظبط تقول لنا كده ردك على الناس اللي بتقول ان اولا التسويق الالكتروني ده مش بينجح مشاريع او مش بيدي ارباح مساويه للمصاريف ده اول حاجه وبرده سريعا جدا عايزاكي تقولي كلمه في الاخر لكل الناس النهارده. هو بالنسبة للموضوع أنه مش بيدي أرباح لا هو طبعا بيدي أرباح بس كل ما ندي للجروب وقت أو لشغلنا عموما وقت ومجهود هو بيعود علينا بالإيجاب طبعا أه عايزة كمان أقول أنه ما نستسلمش لأي ظروف خالص أه صعبة أنا بشتغل ومعي بيبي سنة ونص بحاول أن أنا أوفق ما بين الاثنين البيبي والشغل بتاعي أه عايزة أقول للناس أنه التسويق الإلكتروني لا هو بالعكس ده طريقة ناجحة جدا للشغل بتاعنا أه هو في ميزة أن احنا بنشتغل من البيت بس عارف ان احنا نحاول نسيطر على على تنظيم الوقت لانه اي شغل اه بيبقى مثلا حكومي او حتى قطاع خاص بيبقى مثلا لينا مواعيد من كذا لكذا لكن الاونلاين بزنس لا بصراحه بيبقى فيه مشكله ان احنا اه يعني وقت بالظبط ماسكه الموبايل ارد على الناس فهي دي بتبقى صعوبته اه ولو عندنا حلم بيبقى صعوبه اكتر لان انا عايزه مثلا جروبي ينتشر في اكبر عدد محافظات اه والحمد لله اه انا كميري يعني اه نشكر ربنا قدرت اعمل ده ان بقى لينا تقريبا مكاتب في اغلب محافظات مصر وبنسعى ان شاء الله ان احنا نطور من نفسنا اكتر واكتر دايما موافقه يا ميري ونورتينا النهارده في شباب حكايه وكان معانا النهارده استاذه ميري عاطف خبير التسويق الالكتروني بشكرك جدا على وجودك وعلى طموحك ولينا لقاء تاني اكيد ان شاء الله ميرسي لحضرتك جدا, جداً شكرا آه هخرج معاكم لفاصل بعد الفاصل هيبقى معانا استاذ مجدي رياض فنان تشكيلي استنونا مره تانيه بعد الفاصل